الاجابات يقولون الاجابات طويله يعني مع انه في عندهم خمس تشويسز شنالهم واحد صف اربعه في اغلب الامتحان مش كله طبعا. اوكي طيب نبلش بموضوعنا. وانتم كيف امتحانكم كان امبارح؟ ما امتحنتوا؟ ما اجيتوا على امتحان امبارح؟ اوكي طيب معناته ما عندكم ما كان امبارح. يرني كنت شفتوا الاعلان نزلته؟ لا ما حدا شافه لانكم في قروش. ما شفتوا الاعلان؟ شفناه بالصور. طيب ما دام شفتوه طب ليش تقولوا لي ما شفناه؟ صباح الخير للجميع. خلينا نستخدم الصوت العالي شوي الموج العالي. بالنسبه للامتحان يا شباب ثلاث شاطر راح يكونوا داخلين فيه. اللي هو اول واحد اخذناه اللي هو عباره عن جرياتكس. الشابتر الثاني هو urinary incontinence والشابتر الثالث هو pregnancy and lactation. الشيخ في خلاف على ذلك. الامتحان يوم الأربعاء القادم وراح يكون الساعة 10:30. وانتوا عارفين مواعيد الامتحانات في رمضان يعني هم الجامعة كانوا ما شاء الله عادلين جدا بما أنه محاضرة 40 دقيقة فالامتحان 40 دقيقة أكثر من هيك ما بيعطينا السيستم. أوكي فالامتحان هو السيم شيء لغو القرار لغو القرار والله بيقرروا بيلغوا زي ما بدهم ولا في قرار راكب على الثاني. ما هو كل قرارات مثل قرارات شو اسمه يعني ولا بعرف كيف تشتغل الأمور. طيب إذا هو راح يكون عندنا 25 هو لا يستاهل 40 دقيقة يعني الامتحان راح يكون short answers أو خلينا نقول options تبعته راح تكون short. الماتيريال اللي داخلي حكيناها عدد الأسئلة 25 بضل عندنا السكن قديش حطينا له حسب السيلبس 25 بضل عندنا إيش 10 active learning. بالنسبة للأكتيف ليرنينج راح إن شاء الله أفكر فيها يوم ما أنتوا تعملوا الامتحان بقعد أفكر فيها وبناء عليه بنقرر الأكتيف ليرنينج شو راح يكون. يعني احتمال إنه عبارة عن نعطيكم شيء سيلف ستادي تقرأوه لوحدكم ويدخل على مادة السكن. إذا دخل على لا يعترضوا. طيب نعطيكم إيش كل واحد بروجكت مش هيك؟ وتكتبوا كل واحد عليه 25 صفحة ماشي. بيعطيكوا بروجكت كل واحد كيس وبده يجيب لي ريفرنسز عليها 25 ريفرنس. هيك بيعملوا كيسز على فكرة بري كلاس الكل بيحكي ما عدا أنا الكل يسكت ما عدا أنا أحكي. طيب إن شاء الله بنقرر وبخبركم يعني الوسيلة المثلى حتى تكون أسهل. عددكم ما شاء الله يعني كبير 200 واحد لو بدنا نعملكم اكتف ليرنينج ان ذا كلاس يعني يمكن بدي للسنه الجايه تخلص شيخ والله برافو عليك. لا يا حبيبي الله يرضى عليك كل شيء تتعلم منه تستفيدوا منه وحتى يكون يعني برضه ممكن يكون تغيير النمط الدراسي يعني احيانا مفيد. عرفت كيف؟ انه يعتمد الطالب بعض الاحيان على نفسه مش كله والله نيجي نقرا. يعني مثلا اليوم في شغلات كثيره ام جانا سكيبت يعني بصراحه ما عندي الوقت اللي نمر عليها بديتيلز وهي سيلف ستادي. يعني بجي احكي لك اكروز لك السايد افكتس الدراج يعني وات از ذا سنس يعني زي اللي بلقنك تلقين. يعني انا بصراحه هو لو بدي اعطيه بذمه وضمير هذا الكورس زي ما يعني يسمحون لنا والجامعه يسمحون نغير بالتفاصيل هاي بعطيه بطريقه مختلفه ولا يمكن اقرا سلايدات زي هيك نو واي. أعطيك كيس أنت بدك بس بالشرط وهذا طبعاً أنتم ما راح تطبقوه إنه في شيء اسمه pre-class activity. How many of you would do that pre-class activity? Very few. شيك شو يعني؟ يعني بعطيك أنا واجب assignment تحلها وتحضرها وتكون جاهز لما نيجي نناقش الموضوع مناقشة. بختار مثلاً أقول محمد عبد الله حنين آية بيطلع واحد وبيحكي عنه فبكون جروب discussion الكل قارئ الموضوع لما بحكي عنه بحكي الهايلايتس بس ما بدخل بالتفاصيل. طيب بس احتراما للوقت الان بدي امر على بعض الديزيزز اللي يعني راح تكون لها نوع من الفوكس خلال فتره الحمل وراح اكون سريع شويه يعني ممكن تحملوني. الجستيشنال دايابيتس
gestational diabetes طبعا بكلهم يعني سيلف ستادي او سيلف ريدنج يعني هذا التوبكس من الاشياء اللي ممكن نحطها هو الجلوكوز انتورنس انه بيظهر بعض الاحيان في الحمل وهذا عباره عن كود بي يعني اشاره مبكره انه في يعني راح يتطور ليتر اون انه يصير تايب 2 دايابيتس عند الست الحامل. فحسب الامريكان دايابيتس اسوسيشن قالوا ذا فيرست تشويس از دايت الانسولين سيف اثناء الحمل لانه طبعا لا يخترق البلاسينتا داز نوت كروس بلاسينتا. في عندي تو ميديكيشنز دي ار سيف جليبيورايد وميتفورمين اعتبروهم دي ار اوكي لكن ما في عندنا شورت تيرم سيفتي داتا تو سبورت ذات نوشن يعني على اللونج ران ممكن نستخدمهم لكن على الشورت سوري على الشورت رن نستخدمهم سيف ما في مشاكل لكن احنا بحاجه مور داتا تو سبورت على اللونج ران وراح نرجع نحكي عنهم يعني بعد شوي. الميتفورمين تعرفوا اللي هو الجلوكوفيج برضه ممكن نستخدمه. الهايبرتنشن في شغلة بري إكلامسيا هي واحدة من الأنواع الهايبرتنشن اللي ممكن تصير عند الستات الحوامل فممكن يستخدمونها إيش الأسبرين أو البيبي أسبرين في الستات الحوامل في الكرونيك هايبرتنشن وممكن بعض الأحيان نستخدم السبليمنتال كالسيوم as 1 جرام. What is the mechanism? It's not clear enough, but it was found to decrease the relative risk of preeclampsia in about 50% of women. Thyroid abnormalities. Thyroid abnormalities لأنه في عنا تشابه ما بين ال HCG human chorionic gonadotropin hormone ما بين الثايرويد هرمون فممكن الاثنين يشتغلوا على الثايرويد وبالتالي الثايروتروبين إيش because the structure بيشبه الثايروتروبين فممكن يصير في اختلالات في وظيفة الغدة الدرقية. Thromboembolism is another disease ممكن الستات يصير في عندهم thromboembolism. الآن الوارفرين يمكن حكينا عنه المرة الماضية no warfarin after 6 weeks إذا في بدايات الحمل أوكي في أول 6 weeks بس بعد 6 weeks no warfarin نستبدله باللو molecular weight heparins. حالات الأكيوت thromboembolism ممكن نستخدم اللو molecular weight heparin. إذا كان عندهم high risk prosthetic heart valve ممكن نعطيهم إيش اللو دوز اسبرين ما بين 75 ل 162 ملي جرام اوف اسبرين كنوع من البروفيلاكسس. يورينال تراكت انفكشن طبعا هذه من اكثر الامراض شيوعا اثناء الحمل وبتم طبعا معالجه هذه الاشياء بشكل سريع لازم يتم اتخاذ الاجراء اللازم. المشكله فيها انه بتكون ايش اسيمتوماتيك واذا ظلت اسيمتوماتيك ما شعرت فيها الست ممكن يطلع هذا الالتهاب ويضرب في الكيدنيز او ما يسمى بالبايرونيفرايتس. البايرونيفرايتس ممكن تؤدي للكيدني دامج واذر ديزيزز فلذلك لازم يكون في كلتشر دائما بالعاده الست الحامل اول زياره بياخذوا يورين سامبل وبكل برينيتال فيزيت يعني بياخذوا يورين سامبل بيعملوا منها كلتشر او بيعمل ديبستيك اكشلي حتى يشوفوا انه في بكتيريا الجروث او ما في اذا في لانه ما بتشعر هي فيها ممكن ما يكونش في signs and symptoms burning ما يكونش في مثلا fever etc. فلذلك ممكن أو يضطروا يعملوا هذا الكلتشر حتى يعطوا antibiotic إذا كان في داعي. اليورين كلتشر زي ما حكينا الانيشال prenatal visit وعلى الثيرد trimester حسب الأمريكان كوليج أوف جاينيكولوجي obstetrics and gynecology. الإي كولاي لبروتيوس ميرابيلس والكليبسيلا نيمونيا جروب بي ستريب هم اشهر مايكرو اورجانيزمز ممكن تنصاب فيهم الست الحامل فممكن نعطيهم السيفاليكسين يكون دراج اوف تشويس. واذا صار في اكيوت بايرونيفرايتس ممكن نعطي سيفالوسبورين امبيسيلين او جنتامايسين او سيفيتراكسون. سكشوالي ترانسميتد ديزيزز يعني برضه من ضمن هذه الاعراض هي السيفلس وبكون التريتمنت تبع بنسلين. نايسيريا غونوريا طبعا بصير مجموعه من الاعراض و اتس فيري كومن برضه ممكن تصير نايسيريا غونوريا اند مور سيفير بريزنتيشن انكلود الاوفثالميا نيونيترم اند سبسس. يعني اذا كانت هذا الانفكشن عند الست الحامل اثناء الولاده ينتقل هذا المايكرو اورجانيزم بياثر على عيون الطفل فبصير في انفكشن اي انفكشن. لذلك مثلا في الغرب مجرد ما انولد الطفل دغري يعني مجرد ما انخلق على الدنيا بيعملوا له اي اوينتمنت كنوع من البروفيلاكتيك انتي بكتيريال اي اوينتمنت تو افويد اني اوفثالميا نيونوتورم. الكو انفكشن وذ سي تراكوماتس از كومن وبكون التريتمنت تبعها هو سيفتراكسون وسيفيكزيم. كلاميديا تراكوماتس برضو it could happen فالتريتمنت بيكون عندنا ازيتروميسين او اموكسيسيلين.
من ضمنها كمان عندنا ممكن يصير sexually transmitted disease اللي هو الهيربس سيمبلكس أو الجينيتال هيربس الأسايكلوفير أو الزوبراكس تعرفوه يمكن وبكتيريا الفاجينوسيس ممكن تحدث هذه بعض الأحيان الخطورة فيها ممكن يصير في عندنا rupture in the أو premature rupture of the membranes around the baby وبالتالي ممكن يصير يؤدي إلى preterm labor والpreterm بيرث اللو بيرث يعني ويت ممكن يصير في عند الطفل وممكن يؤدي الى سبونتينيوس الى ابورشن. مترينازول از ذا دراج اوف تشويس 500 ملغ توايس ديلي فور 7 دايز او ممكن نعطي الدوز الاقل 250 3 تايمز ديلي فور 7 دايز او كليندامايسين اذا كان مش متوفر او ما نقدر نعطي مترينازول على شكل 3 ملغ 300 ملغ بي اي دي فور 7 دايز. هيديك هيديك ممكن يعني يمكن 99% من الستات ممكن يصير في عندها حالات من الهيدك أثناء الحمل والهيدك طبعا الهيدك العادي وإت كود بي مايجرين في بعض الستات إذا كان عندهم مايجرين فا إز أباوت 60-70% of women with a history of migraine headaches symptoms may improve إذا كان عندها already migraine قبل من 60-70% من الحالات تتحسن أثناء الحمل luckily فبكون النون فارماكولوجيك تريتمنت هو الريست والريأشورنس and ice packs. Shake. Acetaminophen is considered safe with or without codeine. It could be given at any time. Non-steroidal anti-inflammatory drugs like naproxen, ibuprofen, etc. They are safe during the first trimester, lakin generally contraindicated afterwards in late pregnancy. Salicylates and endomethacin. Salicylates, طبعا ما بنقصد الأسبرين 100 milligram. إنه يكون doses أعلى مثلا 325 milligram. Well, endomethacin, they should be avoided. Yes. Ah. إحنا نحكي عن low dose أو high dose. في low dose, it's okay. I just said it. I wanted to tell you the answer. I thought I would answer. The 100 milligram أو 75 في الواقع. مثلا في أمريكا موجود 81. أكثر strength اللي بتشوفها baby aspirin, 81 milligram aspirin. It's okay to give it. لكن برضو بالمقابل في عنا aspirin بيكون 325. هذا بيكون non-steroidal تصنيفه. Okay. إذا 81 ممكن أصنفه كantiplated. بالpre-eclampsia بكتبه حتى في الأردن كنت أشوف كثير بكتبه لأطباء نسائية في حالات prevention of pre-eclampsia. Somatriptan for what? Migraine headache is controversial. يعني دائما إذا كان controversial try to avoid. وإربوتامين and dihydro إربوتامين برضو هي عبارة عن إربوت alkaloids they should be avoided for the treatment of migraine. الallergic rhinitis and asthma. الأزمة مشكلتها مشكلة إذا ما تم معالجتها أثناء الحمل. ف those symptoms of asthma they could improve or getting worse or no change. يعني هي وحظها ممكن تزداد الأعراض ممكن تقل أو ممكن تظل the same يعني خلال الحمل. فإذا كان في مجموعة من الأعراض اللي ممكن يؤدي لها الـ untreated asthma. That's why we need to treat asthma during pregnancy. وإله تأثير مضاعفات كمان على الـ infant. Premature birth, low birth weight, و still birth. عارفين إيش still birth؟ Born dead. Yes. يعني يولد الطفل ميت. يعني هذا خلال فترة الحمل. Allergic rhinitis and asthma the treatment تبعهم زي ايش non-pregnant يعني بس بالشرط كمان ننظر الأدوية انه ما يكونش في contraindication او ما يكونش teratogenic اغلبهم they are not so it's the same as non-pregnant بالنسبة للdermatologic conditions dermatologic conditions الستات اللي بيهتموا كثير يعني في البشرة بنحكي لهم انه أجل الى ما بعد الولادة حتى ما يتأثر الجنين after delivery وممكن نستعير عنهم في topical agents إذا كانت منطقة محدودة خلينا نقول فيها مثلاً infection أو فيها مشاكل في البشرة وممكن نستخدم بعض systemic agents they are considered safe like acyclovir كantiviral في حالات الهيربس مثلاً amoxicillin, azithromycin, cephalosporins وcyproheptadine, bacloxacillin, diphenhydramine وعارفين كل واحد إيش الindication تبعه Erythromycin بيجي على شكل مع إستر يعني ما عدا الإستوليت إستوليت يعني يكون ممكن يأثر على الليفر يعني كمان في الأطفال المولودين أو أثناء الحمل نستاتين أنتوفنجل وبنسلينز
في بعض الأدوية حطيتهم أنا باللون الأحمر هون لأنه they are considered teratogenic. They are not to be used in a pregnancy. Teratogenic like الأسيتريتين, فلوريوراسيل, إيسوتريتينوين, بيتوتريكسيت والثاليدوميد. نرجع للديابيتس. ديابيتس طبعا ممكن يكون تايب 1 أو تايب 2 ديابيتس, فممكن كمان الكمبليكيشن of ديابيتس يكون فيها مشكلة, فممكن يؤدي إلى increased fetal loss and malformation in the child. وديابيتك ريتينوباثي may get worse or may worsen. Hypertension may develop. دائما متصاحبات أو متزامنات, أغلب الناس عندهم hypertension, obesity, بيكون عندهم diabetes, أو العكس عندهم diabetes, obesity, ممكن تطور عندهم يصير في hypertension which might affect if uncontrolled renal function may deteriorate عند هذول الفئة من المرضى خلال الحمل. احنا حكينا بالحمل renal function تحسن, لكن نحكي عن diabetic patient population. Well, the drug of choice during pregnancy for diabetes is insulin, okay? Both for type 1 and type 2. Glyburide after, يعني أنا شوية محاذير حكينا عنه في البداية, أنه glyburide could be given ومتفورمين after week 11 of gestation in patients with type 2 diabetes may be acceptable. الإبيلبسي, مشكلة الإبيلبسي أنه أغلب أدوية الإبيلبسي ممكن تكون contraindicated أو فيها مشاكل ممكن تكون teratogenic. فالأعراض زي ما حكينا قبل شوية في الكارديفاسكولار أو الهايبرتنشن والهيدك, بعض الأحيان الهيدك لا يتحسن, الهيدك ممكن يكون improve. فالأزمة it could stay the same, getting worse or even improve. فنفس الشيء في الإبيلبسي, لذلك حتى نتأكد إنه the treatment is proper, دائما the drug concentration, هذا المونيتورينج يعني factor أو المونيتورينج parameter for epileptic أو عندهم seizures, خلينا نقول الستات الحوامل, إنه نأخذ عينة دم وميجر بلازما concentration to evaluate the mother pharmacokinetics, إنه هل هي metabolizing the drug faster or slower, which will affect. Also you can check adherence, whether she is adhering to the treatment or not. يفضل دائما استخدم في seizure المونوثيرابي. ليش؟ دائما if you could manage by the lowest number of medications, the lowest dose for the lowest duration if possible, that's even better. المديكيشن طبعا change exclusively to minimize. فكان زمان يعطوا مثلا الريكومنديشن كان انه to switch to phenobarbital. طبعا هذا كانت على الاولد سكول, لكن النيو سكول طلع عنده new agents, new anti-seizure drugs, فis no longer recommended to switch into phenobarbital, ففي other drugs. To correct vitamin K deficiency, برضو ممكن يكون في الأطفال لما ينولدوا ممكن يكون عندهم vitamin K deficiency, the mother should receive supplementation of vitamin K, 10 milligram oral vitamin K, one daily during the last month of gestation. وبرضو ممكن نعطي الستات أثناء الحمل folic acid 0.4 إلى 5 milligram once daily. طبعا بتلاحظوا في الصيدليات اللي اشتغلوا بالصيدليات في شيء بنسميه الفيفر, في فور اف اي ايرون وفول فور فوليك اسيد, كومبينيشن اوف تو ايرون مع فوليك اسيد بيعطوهم, وبعض الاحيان انذر يعني دراج اللي هو فيفول زد مع زنك بيكونوا ثلاثه في 1 كابسول, تاخذهم الستات يعني اغلب الستات بمشي عليهم بكتبوا لهم اياه اطباء النسائيه. الاتش اي في انفكشن, الزايدوفيورين عباره عن الكرنت زايدوفيورين دوزنج ريكومنديشن, طبعا هذا الدوز اثناء الحمل بيكون في فايرال انفكشن طبعا عند الست اللي هو في حالات ال HIV. وال HIV طبعا في رجمن للست الحامل, ويستمر هذا العلاج للطفل الى 6 الى 8 اسابيع ما بعد الولاده, كمان لازم الطفل كمان نعالجه بخلال الحمل. The first 6 weeks of life لازم we need to continue giving the, لانه ممكن ينتقل ال HIV virus من الام الى الطفل اثناء الولاده, حتى نعمل بروفيلاكسس ممكن نعطي للطفل إيش هذا الدراج اللي هو زايلوفيورين, يستمر لمدة 6 أسابيع. The chronic illnesses in pregnancy, في عندنا the chronic illnesses, الهايبرتنشن. الهايبرتنشن في عندنا physiological decrease in hypertension in the first pregnancy or the first part of pregnancy, يعني إنه حدة الهايبرتنشن يمكن تنزل شوية في خلال الفترة الأولى من الحمل من weeks لغاية 16 إلى 18 تقريباً. لكن إذا كان عندها stage 1 or 2 hypertension أو chronic hypertension, anti-hypertensive use is controversial.
إذا بكون مختلف عليه. Controversial يعني في ناس بتأيد في ناس ترفض هذا العلاج في stage 1 and stage 2. طبعا إيش بصنفوا الهايبرتنشن؟ كم stage؟ 3, 4, 5, 6, 7. ها؟ طيب مين اللي more severe؟ أوكي. إذا في المرحلة البداية يعني لو شوية هايبرتنشن يقول لك يعني مش داعي استخدم العلاج يعني إنه ما في داعي لتريتمنت حتى نتجنب هذا هذه المخاطر يعني. Increase in adverse fetal and maternal outcomes are due to preeclampsia اللي بتصير عند الست هي الpreeclampsia اللي بتأثر على أكثر من أورجن يعني هي مختلفة عن الهايبرتنشن هي نوع الهايبرتنشن أو مضاعفاته لكن تأثيرها بيكون أشمل على multiple organs in the body. Super important in chronic hypertension. No superior drug. يعني ما في drug أفضل من الآخر. لكن إحنا بنهتم بالsafety هون. لمرحلة safety of the drug. Labetalol and hydralazine, oral nifedipine. They are okay to use for this, but avoid the ACE inhibitors, the ARBs, and atenolol. بكرة لما بنجيب كاندي سرطان بقول والله ما كان مذكور دكتور. صح؟ بكرة لما نجيب كابتوبريل والله يا دكتور ما مر معنا هذا الاسم. فبعيل إيش إيش هي والآرس إيش هم؟ طلبوا تعرفوهم. يعني ما راح تكون أسئلة يعني بحذافيرها زي ما هي بالسلايد. يعني شوي ها نحلل شوي يكون عندنا قدرة على التحليل. إذا other mental health conditions اللي هي depression the most common. كثير من الستات إنه هذا بسموه postpartum depression. يعني تعرضوا لمرحلة depression ما بعد الحمل. ليش؟ الهرمونز اولا ثانيا ممكن تكون حاله نفسيه او سايكولوجيكال انه الست تنظر لجسمها بصير في تغييرات يعني الستراكشر اوف ذا بودي ويل تشينج ريسبونسابيلتي كمان يعني مسؤوليه امبارح كانت مسؤوله عن حالها وزوجها كمان شيء ولا هو مسؤول عنها مين مسؤول عن الثاني مين اثنين مسؤولين عن بعض هي سفير بشابش بطل حدا نهتم بحدا كل واحد اللهم نفسي طيب يعني it's a mutual responsibility يعني كل واحد مسؤول عن أشياء طبعا هي في الواقع ف depression most common occurs in 10 to 16% of pregnant women. Cognitive behavioral therapy. Cognitive behavioral therapy يعني إيش؟ يعني ممكن الست تصير تنسى ها؟ يعني بكرة لما تخلف مرتك إن شاء الله على خير والصبايا لما يتزوج ويخلفوا حط المفتاح هون ترجع تدور عليه أو تكون بإيده وتدور عليه عادي يعني تقعده عرفت كيف أنا هذا الشيء خارج عن الإرادة فممكن يعني تصير إنه مش بكل واحد يعني طبعا هو لكن حسب النسب الكوجنيتيف اللي هي إيش بالعربي الإدراك إنك تعزز القدرات الإدراكية عند الشخص يعني انه بحاول نشطوا القدرات الفكريه للانسان احيانا الماث انك تحل مساله ماث او فيزيكس يعني كمان انه تو كيپ يور الان يو ار يو جايز ار ان فيري جود منتال هيلث الان ليش لانه انت مخكوا شغال بالدراسه يوميا عندك مسائل كيسز اكزامبلز اشياء بتتعلمها بتقراها بتحفظها استغلوا هاي فتره بعدين بلش تصير تنسوا خربطوا اوكي اللايت ثيرابي بعض الاحيان برضو من مشاكل كثير في ناس بيقول لك انا بالشتويه اي جت ديبرست ليش انا بشوف الشمس والاضاءه الآن تطلع على الشمس الربيع مثلاً بتشوف طريق البيت عمان كونجستد خاصة المسوية الشيك يوم الجمعة مين بيشوف خط البيت عمان وهو مروح لعمان حداش بينزل أنا سكان عمان بكون أوردي بعمان بس الأهل أربد بكونوا بعمان بينزلوا الجمعة قبل الصلاة أو بعد الصلاة وإيش إذا إنك شاطر روح من أربد لعمان وهاي مأساة أكيد تضحك أنت جربتيها معناته يستك من جامعة فيلادلفيا لعند شو اسمه للبقعة هاي اللي عند ال شو اسمه النازل مع شارع الأردن هاي ساعة ونص ساعة ونص هذا طبعا
ليش؟ لأن كل الناس بتطلع تشوف الشمس، صار الدنيا ربيع بعد هالديبرشن كله، يقول لك خلينا نشوف الفضاء، خلي الأولاد يشموا هواء، خلي الناس تشم هواء تشوف. صباح الخير. شو يا زلمة احنا من الصبح استنى فيك؟ ظروف؟ يلا أنت أقوى من الظروف، اقعد اقعد يا عم اقعد. تعال وين رايح؟ مش عنا؟ طلع مش عنا؟ أخران الظروف الله يعيننا. ظروف. إلهنا بالظروف يا زلمة شوف. كنا بنسمح لي نفوت. وشاف حاله تورط، قال لك هسه بدك قاعدني وتروح لي. طيب. الانتي ديبريسنس اللي ار جنرالي سيف هم الاس اس ار ايز، تعرفوهم برضو المجموعه هاي. البيرسيستنت بالمونري هايبرتنشن وذ درور رياكشن، هذه بعض السايد افكتس او المحاذير لاستخدامهم، انه لازم نراقب المريض. بالمونري هايبرتنشن عارفين شو معناها؟ شيك بي اتش، ارتفاع ضغط الدم في الدوره الدمويه اللي بتكون ما بين الرئتين والقلب، وهذه من مشاكلها، يعني مشاكلها تأثر على التنفس والغاز اكسشينج، وهذه المشاكل اللي بتعرفوا الـ FEV1 والـ FVC والـ residual volume، بتعرف هذه الأشياء كلها؟ طيب الحمد لله. With a grower reaction cardiac defects ممكن يؤدوا البنزوديازيبينز. بنزوديازيبينز زي الألبرازولام والبنزوديازيبين اللي هو الفاليوم، ديازيبام، لورازيبام، etc. They are associated, there are some reports, and they believe they are associated with oral clefts. يعني ممكن إذا الست الحامل أخذت ديازيبام أثناء الحمل ممكن يؤدوا إلى oral cleft عند البيبي. فبتشوفوا بعضهم يسموها الشفة الأرنبية أعتقد هنا. مش هيك؟ فممكن تكون سببها إنه الستات كانوا حوامل. لذلك نصيحة للرجال، اخفوا الفاليوم بالبيت. لعلك الفاليوم. طبعاً هو ليش أصلاً موجود فاليوم؟ ما في داعي. بالشيك و withdrawal symptoms كمان هذه مشكلة، إذا كان استخدمته فترة معينة وفجأة تم إيقافه بيصير في عندنا مشاكل withdrawal. Lithium is questionable. Lithium واحد من الأدوية ممكن نستخدمها as a mood stabilizer antidepressant، يعني في حالات bipolar depression أو major depression to stabilize the mood. It's questionable، علي علامة استفهام. Chlorpromazine, haloperidol and perphenazine are these first generation or second generation antipsychotics? First generation, yes. Or نسميهم conventional ولا non-conventional, typical or non-typical or atypical. These are atypical antipsychotics. They have long histories of use during a pregnancy with no reported significant increase in congenital malformations. In other words, they can be used. مش هيك؟ طبعاً الاتيبيكال أنتيسايكوتيكس they don't appear to be safer than typical. يعني لو حكيت لك سؤال مين أكثر سيفتي؟ خلينا نقول هالوبريدول ولا الريسبريدون؟ ريسبريدان أو ريسبريدون؟ لو حكينا لك بيرفينازين they don't appear to be safer than، يعني كلاهما عندهم مشاكل. وطبعا هو السكند جنريشن في بعض السايد افكتس ممكن تكون اكثر من الفيرست، فاحنا نحكي عن شيء مختلف، يعني ما بنقدر نقارن اورنجز وذ ابلز، يعني تو بي اونست وذ يو. ثايرويد ديس اوردرز، يعني ممكن نستخدم اذا كان في نقص في الثايرويد ليفوثايروكسين، واذا كان في زياده ممكن نستخدم الثايوامايز، اكزامبل بروبيل ثايوراسيل والام ام تي او الميثيميزول اند سيرجري. ميثيميزول كروسز ذا بلاسنتا ليس ذان بولي أو بروبيل ثايوراسيل. أوكي؟ يس. Any questions؟ الآن نيجي للبريجننسي أند لاكتيشن ثيرابيتيك كونسيدريشن. بالنسبة للثيرابيتيك كونسيدريشن، أول شيء الليبر أند ديليفري. يعني الست الحامل، حكينا إحنا عن الأدوية اللي يحضر استخدامها قبل الحمل، حكينا عن فترة الحمل، والآن ألف مبروك إجاكو بيبي. شيك؟ أو على وشك يجيكو بيبي. يجينا للليبر، للبريترم ليبر، بيصير في مرحلة ما قبل الولادة، just before that، في عنا لازم يصير في cervical ripening of the cervix، عنق الرحم، ونمبر 2 اللي يصير في عنا إيش؟ contractions in the uterus. فإذا هذه الأشياء تأخرت شوي بيصير في delayed labor. إذا إجت بكير موعدها بيصير في عندي preterm labor. وpreterm labor تعريفها أنا تحصل هذه الأشياء قبل 37 week.
مش هيك؟ إذا شو بسموه هذا الطفل؟ ها؟ سباع. يعني ابن سبعة. بيختلف عنا ابن تسعة. كلياتنا أولاد تسعة مش هيك؟ طيب. الآن توكوليتك ثيرابي. توكوليتك ثيرابي مر عليكم كلمة توكوليتك ثيرابي. توكوليتك ثيرابي هي الأشياء اللي بتأخر الليبر. مر عليكم ست بتحب تأخر الولادة؟ طبعا في حالات معينه بيكون في سيرت ميديكال كونديشنز، يعني ست ساكنه على اقرب مستشفى مثلا 4 ساعات بالسياره طبعا واجاها الطلق، بهذه المرحله اذا في علاجات تاخر الليبر او في عندها سيرت ميديكال كونديشن، انه الاطباء الان معتنيين بصحه هذه المراه في عندها مشاكل صحيه معينه، لبين ما نعالج هذه المشكله الصحيه بدنا ناجل مرحله الليبر فتره يعني شويه، فممكن نستخدم هذه التوكوليتك ثيرابي to postpone delivery long enough to allow for maximum effect of antenatal steroids. بعض الأحيان الست بتكون ماشي على كورتيكوستيرويدز معين حتى تأخذ الإفكت تبعها. تعرف إن الكورتيكوستيرويد ما بيكون الريسبونس تبعها immediate. بيكون شوية delayed. فحتى يأخذ هذا الكورتيكوستيرويد بدنا نأجل الليبر لفترة معينة. نمبر 2 اللي حكينا عنها عملية النقل. نقل الست الحامل حتى تروح لأقرب مركز طبي. بعض الأحيان تكون مسافات بعيدة، يعني احنا جزء الأردن كلها تقطعها بـ 4-5 ساعات من شمالها لجنوبها مش هيك، لكن في بلدان واسعة مثلا تكون مسافات بعيدة جدا مش هيك. ف to prolong pregnancy when there are underlying self-limited conditions that can cause labor. اوكي يعني بعض الأحيان انه بدنا نستنى في عند بعض الستات أمراض معينة انه بس مسألة وقت تشفى من هذا المرض بنأجل عملية الليبر، لأنه لو صار في ليبر ممكن نيجاتيفلي تتأثر يصير عندها مضاعفات. إذا هذه برضو من الأشياء اللي أخذها بعين الاعتبار. توكوليتك ثيرابي فور كلاسز، 4 مجموعات الكل بيحكي، الكل بيحكي. إيش صبايا ها؟ ما بدكوش تعطونا سكوتكم يعني هيك هدية؟ عيد الفطر قرب، أعطونا إياها هدية العيد سكوتكم بس. ها؟ 3 أسابيع؟ طيب نشوف الأسبوع الجاي امتحان ما هو تعيد. هو مش صعبة يعني امتحان والله مو تعجيز يعني بس امتحان الله يسهل. سهل سهل امتحان راح يكون. أول البيتا أدرينرجيك أجونست هذا أول كلاس. المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت إيش هو يا جماعة؟ ملح إنجليزي الإبسوم سولت مش هيك الإنجليش سولت. الكالسيوم شانل بلوكرز تذكروا حكينا عنه قبل شوي. البروستاغلاندين انهيبيتورز لايك نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز هذول بيعملوا انهيبيشن للبي جي اي 2 اللي هو البروستاغلاندين اي 2. تيربيتالين سلفيت واحد من نستخدمه وين؟ برونكو دايريتور مش هيك. ماتيرنال كارد توكسيسيتي وعملوا عليه الاف دي اي بلاك بوكس وورنينج يعني انه المريضه انه بانه بيعمل سايد افكتس خطيره لازم المريضه توقع قبل ما تاخذ هذا الدواء حيث هي تكون المسؤوله الوحيده او يعني المسؤول عنها يكون هو اللي ريسبونسبل يعني الطبيب ما بيتحمل اي مسؤوليه قانونيه. The effectiveness of magnesium sulfate is effective it's not well supported. اذا do we recommend? No. Nifedipine reduces neonatal morbidity لكن له سايد افكتس ممكن يؤدي الى هايبرتنشن نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري ممكن لانه عن طريق البروستاغلاندين اي 2 يعملوا انهيبيشن فممكن اندوميتاسين انتي بايوتكس فور انفكشن ممكن يعني ذس از خلينا نقول كونتروفيرشال البروجستيرون برضه كويشنبل حسب الامريكان كولج اوف gynecology and obstetrics and gynecology recommends women with a singleton pregnancy and history of a premature labor. Okay? يعني ممكن recommends women with a singleton ممكن نعطي progesterone. الأدرينو الأنتينيتال كورتيكوستيرويدز. الكورتيكوستيرويد طبعا fetal lung maturation in order to prevent. ممكن نعطيهم هذه الكورتيكوستيرويدز في بعض الأحيان إذا كان شو آخر organ by the way بيصير له maturation أثناء الحمل للطفل اللنجز فالمشكلة إذا كان premature labor اللنجز they are not fully developed فممكن يؤدي إلى مشاكل respiratory distress syndrome والكل بيحكي
أنا رح أضطر إني أطرده خارج المحاضرة أو أطردها خارج المحاضرة اللي بيحكي. شو؟ يعني عيب، يعني واحد بدي يظهر هيك بس ثانيتين بصير يحكوا. مش شطارة والله، والله مش شطارة. Intraventricular hemorrhage and death in infants delivered prematurely. إذا زي ما تشوف الكونسيكونسز تبعها راح تكون فيها نوع من الخطورة. من الكورتيكوستيرويدز المستخدمة هم البيتاميثازون والدكساميثازون. They can be used in these cases. The group B streptococcus infection, pregnancy loss. ممكن إذا صار في infection برضو أثناء هذه الفترة. وعندنا universal prenatal screening، إنه نعمل screening هل عندها هذه النوع من الستريبتوكوكس. The antibiotics are given if the woman previously gave birth to an infant with invasive. يعني إذا سبق إنه أصيب عندها طفل في السابق بعملية ولادة سابقة، إذا لازم يكون في عنا prophylactic في هذه المرحلة. In all other pregnant women at 35 to 37 weeks gestation. يعني الفاجينا أو rectal culture بياخذوا عينة وبيعملوا culture should be obtained. If negative, no antibiotics are given. Otherwise, لازم يعطوا antibiotic. والpresentation برضو أثناء الليبر، يعني هذه الست عانت من مشاكل زي إيش؟ الفيبر أكثر من 100 degrees, 0.4 degree F or 38 C Celsius. أو صار في membrane rupture أكثر من 18 ساعة. Or gestation أقل من 37. يعني هذه المراحل أو مشاكل بتصير في الدليفري ممكن تتعرض لهذه المشاكل. اذا في هذه الحاله ممكن نستخدم ايش؟ انتي بايوتيك، بيكون امبيسيلين او بنسيلين او سيفازولين ممكن نستخدمهم في هذه الحالات. البيشنتس اذا هاي ريسك فور انافيلاكسيس تريندامايسين ممكن يكون هو. طبعا ريمبر برضو انه دائما نحط بعين الاعتبار البنسيلين ممكن يعمل الرجي، والسيفاليكسين أو السيفاليسكونز ممكن يعمل الرياجي، بيكون البديل هو التريندامايسين أو الإريثروميسين مع الإستوليت. الآن العملية الأخرى المعاكسة السيرفيكال رايبنينج and labor induction. الآن في بعض الستات أثناء الولادة مثلا تتعسر عندها الولادة وتمتد فترة المخاض، يعني خلينا نقول في هذه الحالة بدنا نسرع من عملية حتى نقلل من معاناة المريضة. فبيكون عندنا non-pharmacologic approaches هي الكاستر أويل، الهوت باث، sexual intercourse، nipple stimulation، والبروستاجلاندين E2 analogs like إيش؟ الدينوبروستون. دينوبروستون هو واحد بيشتغل عن طريق البروستاجلاندين E2. ميزوبروستول، بروستاجلاندين E1 analog. طبعا هذا contraindicated in women with a previous uterine scar بيؤدي إلى rupture of the uterine membrane وبالتالي نتائج تكون catastrophic يعني كارثية. Mifepristone is an anti-progesterone agent compared with the placebo results in a shorter time to delivery and fewer cesarean section. لأنه إذا تأخر المخاض بيضطروا يعملوا إيش؟ C-section. فممكن يعطوا Mifepristone حتى يقلل من هذه العملية. بيجي عنا الأكثرهم شهرة يعني اللي هو الinduction of labor اللي بيكون الأوكسيتوسين is the most commonly used agent و 10 ملليترز. نيجي للليبر أنالجيزيا. الليبر أنالجيزيا اللي هو تسمع بالإبيديورال إنجكشن، هي بيعطوها بالإبيديورا اللي بتكون حوالي السبينال كورد، عبارة عن إنجكشن. بعض الأحيان يحطوا كاثيتر عشان الإنجكشن ويتم slow infusion، يعني أول مرة بيكون في بولس إنجكشن ويتبعها عبارة عن slow infusion. ما دام في contractions بتضل هذا البين مستمر، وبالتالي بيحاول يكافح هذا البين بإعطاء هذا الليبر أو الأنالجيزيا. وممكن في يكون non-pharmacologic approaches like support, warm water, baths, acupuncture, music, etc. يعني ممكن تخفف. وفي عمل prenatal أو parenteral opioids ممكن نستخدمهم في هذه الحالة. والparenteral opioids less oxytocin ممكن تحتاج وshorter labor وless instrument أثناء الولادة ممكن يحتاجوها. إذا هذا الopioids من أشهر هذا الopioids اللي ممكن يعطوه هو fentanyl and or bupivacaine to provide pain relief during pregnancy أو during labor بالأصح.
في بعض السايد افكتس لهذه الاوبيويد زي ما بتعرفوا هي ممكن تعمل ليبر الونجيشن يعني هي بتخفف الالم لكن ممكن تزيد فتره الليبر الانسترومنتال ديليفري ماتيرنال فيفر اند سيفير هيدك يعني هي بعض الاعراض الجانبيه اللي بتسببها الان حصلت عمليه الولاده تيجي مشكله الحليب واللاكتيشن فالبوست بارتم ايشوز من ضمنها الهيموريج ممكن تعرض الستات الحمامه كثير تسمعوا بالقصص او الافلام او كذا انه يصير صار في نزيف وممكن يؤدي الى الوفاه بعض الاحيان سم ايمرجنسي كيس وتعريف الهيموريج هون هو فقدان اكثر من 500 ملليلتر اوف بلاد اذا كان فاجينال ديليفري او اكثر من 1000 ملليلتر اذا كانت سي سكشن والموست كومن كوز از يوترين اتوني اتوني هي فقدان عمليه الكونتراكشن انقباضات الرحم اللي ترجع الوضع الطبيعي تصير فيها ريلاكسيشن وبلاد لوس اكثر من المفروض انيشال مانجمنت هو نعطي الاوكسيتوسين ايرلي وكلامبينج اند كاتينج اوف ذا كورد نعمل كلامبينج عليه حتى ما تعرض يصير فيها نزيف اكثر من المطلوب او اللي يحصل يعني نورمال الماستايتس عارفين ايش معناها ماستايتس يعني الماست هو البريست ماستيكتومي ريموفال اوف ذا بريست ماستايتس انفكشن اور انفلاميشن ان ذا بريست بصير اثناء الحمل اذا انفكشن وان بريست بصير في من الاعراض البريست تندرنس ريدنس وورمث and having a flu-like symptoms and the set were milk stasis. Milk stasis, يعني milk cannot get released or produced, خلينا نحكي, وبالتالي بصير في تحجر في هذا milk in the breast, وإذا تحجر بصير عرضة لإيش, it's a good culture for bacterial growth like staph aureus, E. coli, and streptococcus, and other organisms associated with mastitis. إذا في هذه الحالة إذا صار في organism growth أو bacterial growth لازم نستخدم antibiotics على الأخص اللي بيكونوا penicillinase resistant penicillins like cloxacillin, dicloxacillin or oxacillin, cephalosporins like cefalexin و antibiotics they are given full course تقريبا 10 إلى 14 يوم ممكن نعطيهم وإذا كونوا في tenderness يعني في pain فممكن نعطي ibuprofen for pain can be given Non-drug therapies ممكن تستخدم الست برضو اللي هي الworn pack وaffected women should be counseled about ايش انه continue breastfeeding انه ما توقف عملية رضاعة الطفل to continue breastfeeding واذا كانت كمية الحليب اكثر she can pump it and freeze it بعض الاحيان they pump the breast not emptied completely while feeding يعني حتى ما يتراكم كمية هذا الحليب ويصير لها accumulation وممكن تتأثر. لا هو إذا استثنينا طبعاً وجود البكتيريا. بعض الأحيان يكون محكمة إنه في احتمال يكون في بكتيريا infection أو احتمالية ما يكون في بكتيريا. إذا كان في antibiotic وهذا antibiotic contraindicated she can breastfeed. No she can pump the milk and discard it. إذا كان في infection طبعاً. إذا بدنا نتأكد ممكن نعمل culture إنه في بكتيريا infection حتى ما ينتقل الحليب للطفل. البوستبارتم بلوز اللي هي النوع من الدبريشن طبعا commonly affecting 50 to 80% يعني نسبة عالية من الستات ممكن تكون عندها new mothers within the first 10 days of delivery زي ما حكينا هناك في الدبريشن هي برضو بعض الأحيان بيستخدموا لها المصطلح البوستبارتم بلوز ممكن نستخدم هون السايكوثيرابي والفارماكولوجي drugs with low transfer to milk basically نستخدم ال SSRIs like sertraline paroxetine fluoxetine nortriptyline is a TCA tricyclic antidepressants وبشكل عام tricyclic antidepressants they have insufficient evidence to assess their outcome يعني يفضل دائما sertraline هو اكثر واحد مستخدم في الواقع relactation هي عمليه ايش تعرف بعض الستات لما بيخلفوا أول فترة إنه الطفل يعني لا يتقبل عملية الرضاعة الطبيعية وبمر يوم يومين وثلاثة أيام أربع أيام بعدين إذا ما كان في stimulation للملك production بعدين بيجف هذا الحليب لكن هذه العملية ممكن إحنا we can re-initiate it أو بنسميها relactation to increase the milk supply breast milk supply for women whose milk has not come in yet لسه ما صار في عندها حليب يعني يفرز و who have inadequate milk production ما كانت كمية الحليب كافية لرضاعة الطفل هذا عملية بنسميها relactation
we have or who have weaned. عملت فطام لهذا الطفل لفترة معينة بعدين غيرت رأيها بترجع ترضع هذا الطفل after delivery. For relactation, the mainstay of therapy, the methods of therapy would be involved nipple stimulation, which either by the infant's nursing, عملية إرضاع الطفل هذا واحد. اثنين, pumping of the breast milk with mechanical pump or hand. Or we could use metoclopramide. Metoclopramide should be used only if non-drug therapy is ineffective. If non-drug therapy is ineffective, إذا ممكن نستخدم metoclopramide كآخر وسيلة. يعني إذا كانت الطرق الأخرى ما استجابت إلها الست الحامل فممكن تكون هي آخر العلاج و10 ملغرام for 3 times daily for 7 to 14 days. بكون هيك خلصنا هذا الشابتر وإن شاء الله الأحد بنبلش الشابتر اللي بعده. ايه طب خلي خذ الغياب وبعدين